بعملية احتيالية خطفوا، وبإنجاز نوعي حررهم الجيش اللبناني. هم 8 فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة في بيروت، حلموا بالوصول بطريقة أمينة عبر البحر إلى إيطاليا، فوجدوا أنفسهم بين أيادي عصابة خطف. نقطة الانطلاق كانت من المدينة الرياضية في بيروت، والوجهة الأولى طرابلس، قبل الانطلاق نحو الحلم الأوروبي إيطاليا، لقاء مبلغ قدره 7500 دولار أمريكي للشخص الواحد. هذا الحلم جمع 8 فلسطينيين، هم يسر بادي دغيم 24 سنة، غازي الشافعي 35 سنة، عبد جمال محمد يبلغ من العمر 35 سنة وهو أبكم، بالإضافة إلى عائلة من آل محمدية مؤلفة من أب وأم وثلاثة أطفال. لكن هذا الحلم سرعان ما تحول إلى كابوس. تابعوا معنا التفاصيل. أجا هذا الشاب اللي معه عائلته، قال لي والله يا بادي في سفرة على إيطاليا بسفينة شحن مضمونة 100%، ما بتدفع ولا فرنك ليوصل على إيطاليا وصوروا لك إياها فيديو. قلت طيب أوكي، هذا تمام، هذا المطلوب. قد إيه؟ قال 7500 دولار. هلا مبلغ قاسي يعني، بس قلنا يا أخي معلش يروح شق طريقه، الله بييسر الأمور. المهم اتفقنا تمام، ابني ما معه خبر، كان هالحكي يوم الثلاثاء. عشية عم بقول له بابا في سفرة على إيطاليا، أنا قلت بركي صرف النظر ما بده خلص. بهمك الموضوع؟ قال لي طبعا. قلت له بكره الصبح الساعة 1 بدنا نسافر، الساعة 1 الظهر. قال ما في مشكلة، جهز أغراضه وجهز أموره وتسهل. بس نحن لا بنعرف سمسار ولا تواصلنا معه ولا حكينا معه أبدا أبدا. قبل كشف حقيقتهم، طلب الخاطفون من الوالد التحجج لدى شركة تحويل الأموال بالظروف الصحية عند تحويل المبلغ، كما طلب منه أيضاً تحويل المبلغ إلى شخصين هما محمد الرحيل وأسماء العلي. لكن ما يلفت الانتباه أن هويتي هذين الشخصين وصلتا مجتزئتين إلى الوالد، ليتبين في مقارنة لاحقة أنهما تعودين إلى سوريين. لكن الوالد يلفت أيضاً إلى أن الشخص الذي تواصل معه عبر الهاتف وكشف عن عملية الخطف وطالب بالفدية المالية تحدث بلهجة بعلبكية، وقد خفض ذلك الشخص الفدية المالية بعد المفاوضات من مبلغ 20,000 دولار للشخص الواحد إلى 80,000 دولار مقابل المخطوفين كفة. طلع من هنا أساس سافر على إيطاليا يوم الأربعاء، كان 6 الشهر. فبتفاجئ يوم السبت بعد ما دفعنا المصاري، نحن دفعنا طبعا المتفق عليه 7500 دولار، بتفاجئ انه ثاني يوم الاحد ببعث لي مسج الخاطف انه اذا بدك ابنك يجي على البيت بدنا منك 20,000 دولار. للمساء الساعة تقريبا شي 1:30 بالليل بعث لي مسج انه المصاري لازم اليوم تكون معي. كتبت له، قلت له انا يعني ال 7500 دولار يعني امنت انا ثلاث ارباع من برا دين، واساس انه امي بس يسافر بيأمننا وساعدنا وكذا بنعطيهم للشخص اللي اخذناه والباقي مني. قال لي هي مشكلتك، على كل حال انا حبعث لك هلا فيديوهين ثلاثه خليك تدفع المصاري غصبا عنك، انطر مني بس شي نص ساعه. فعلا بعد نص ساعه بعث لي فيديوهين. هلا انا ما فتحتش الواتساب من برا، شفت هيك لقيته يعني لمحه سريعه، لقيته بالبوكسر مشلحينه منيمينه على الارض على بطنه ونازل بالكرباج على الارض. هذا مشهد سريع يعني، انا ما كفيت الفيديو شي نص ساعه. رجعت انا بدي اطلع على التليفون لقيته محي هون. الصبح الساعه 8:15 ببعث المسج، طبعا ما في فويزات ما ببعث، اتصالات قليله كله رقم اجنبي. بعت لي اذا بدك ابنك ما يموت بدك تبعت لي اليوم المصاري. كمان ما ردت عليه، يعني ثابت بهالنهار هذا ما فتحت واتساب ابدا، بس كله عم بشوف شو عم ببعثوا لي. حررت قوة من مخابرات الجيش المخطوفين فجر اليوم الأربعاء بعد عملية مداهمة خاطفة في البقاع اللبناني، وفق ما يؤكد مصدر أمني رفيع المستوى لسباتشات. وحتى ساعة إعداد هذا التقرير يستبقي الجيش اللبناني المخطوفين في وزارة الدفاع حتى انتهاء التحقيقات. يعني الحمد لله تقينا خبر حلو اليوم الصبح انه مخابرات الجيش داهمت محل ما هن موجودين وتحرروا الرهائن الثمانيه عفوا وجابوهم. هلا المفروض هن يكونوا بوزاره الدفاع، يعني المفروض انه اليوم يعني تحقيقات طبعا اجراءات وبيجيبوها ان شاء الله. هو بلغوني انه كلهم بخير، بس ابني يمكن اصبعه في مشكله قاطعين وش ما
انا بالفيديوهات اللي شافوهم انه في اصبع هاد لفين له اياه شيء، ما بعرف هي تمثيليه هو صح ما بعرف، انه اعطاني انه هو اللي حامل فيه اطلق اصابعه كلياتهم لتدفع المصاري. انا سلمت امري لله الحمد لله.